عبد الرحمن الظفيري يعين يا لعيب على مرور مرة الكرة في الجانب الأيمن. بدران 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 جول 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 أول جول أول جول أول جول أول جول أول يا السماوي جول أول يا السماوي أول الأهداف. قايل لك هالمباراة من المستحيل إطلاقا أن تنتهي سلبية. الباطن أفضل في شوط المباراة الثاني، أضعها مرتين أمام سلافيتش، لكن هذه المرة والله بعيدة، والله بعيدة يا بوسني، هذه المرة بعيدة. أي تمريرة وأي مرور وأي توغل وأي إنهاء وأي إنهاء وأي تسديدة وأي تسديدة يا يوسف يا فواز. أول الأهداف، أول الأهداف هي لقطة الهدف بدأت من عبد الرحمن الظفيري، بعد ذلك بدران اللي أرسلها إلى يوسف فواز. جول أول. لصاحب 22 سنة يوسف فواز. يوسف صاحب 19 سنة، فلاح كان استثنائي. والكورة الأخيرة والرصيد. جول 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 جول. الكرة الأخيرة، لم تنتهي المباراة بعد، الكرة الأخيرة في الثانية الأخيرة، اللقطة الأخيرة. العين لا يسلم ولا يستسلم، العين يعدل ويقاسم الباطن نقاط المباراة في الثانية الأخيرة، في الثانية الأخيرة، في الثانية الأخيرة. واحد لواحد، واحد لواحد. أي جنو في كرة القدم، أي جنو في دوري الو، في الثانية الأخيرة. لو عدت هاللقطة الباطن يعود إلى حفر الباطن بثلاث نقاط. راسية لم يكن متسللا. أوسوفاتي واحد لواحد، النخلي وأوسوفاتي. في نهايات المباراة يعني لو تركها خالد الخثلان رايح لركلة مرمى كان اطلق الحكم صافرة وانتهى الامر، ابعدها الى ركلة الزاوية.